أبغى أسألك سؤال ممكن؟ مين عثمان طه؟ مين عثمان طه؟ ما تعرف عثمان طه؟ مهندس أتوقع. مهندس لا. هو شاعر؟ الشاعر لا مو شاعر. هو بيهندس أمور أخرى بس مش معمارية. So who is عثمان طه؟ هو مسؤول. هو عنده مسؤولية ضخمة جدا يعني. شخصية معاصرة هو عايش حاليا. شوف يمكن لمحت اسمه في حتة. هلا 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 حبيب. هلا وسهلا. الله يكرمك الله يكرمك حياك يا ماما. خليك مع احمد الشقيري. ولدك يحبك مسميك القمر في الش... في في التليفون. عارفه المعلومه دي؟ نسالك سؤال سريع تعرف تجاوبي ولا لا؟ اشوف. طيب مين هو عثمان طه؟ مين ايه؟ عثمان طه. هذا الخطاط المصحف. ما شاء الله انت ولدك علامه. هو علامه وانت علامه. ترى الواحد بيقرا القران شوف سنين ما عمري فكرت انه هذا ترى خط يدوي. يعني كنت محسب صراحه انها يعني خلاص كمبيوتر وفونت موجود وانطبع وانتهينا. لا طلع هذا الخط اللي قاعدين نقراه احنا واحد شخص انسان قاعد خط القرآن كله بيده من أوله لآخره. فالمصحف الشريف المصحف المدينة المنورة لما تفتح من الخلف هتلاقي مكتوب بعون الله وتوفيق تم طبع هذا المصحف وبعدين في الأخير الخطاط عثمان طه. هو ده هنقابله أول مرة أقابله. بسم الله. السلام عليكم. حيا الله شيخنا. اهلا وسهلا. كيف حالك؟ ان شاء الله بخير. مرحبا. كيف امورك؟ ان شاء الله طيب. الله يكرمك الله يكرمك. عثمان طه يعني سبحان الله الواحد يشوف هذه على طول كذا مغناطيس يد تقبلها لانها يد يعني قضت اكثر من 30 40 سنه في كتابه المصحف. كتبت القران بجميع الروايات حوالي 12 نسخه كله خط يد. والله أنا عشقان الخط ما يملي التعب يعني أكتب حتى أتعب حتى أحيانا أنا أكتب الخط القلم على الأرض. متعة متعة. نعم. الشغف متجسد فيه. شغفه في كتابة المصحف ما يملي الدنيا كلها. ما يملي. أنا والخط. أنت والخط بس. عندك طقوس معينة قبل لا تبدأ؟ أنا ما كتبت صفحة من المصحف اللي كلها إلا على وضوء. أنا. فالمصحف الواحد تقريبا كم يأخذك وقت أنا. كتابته؟ كم يأخذ وقت عشان تكتب القرآن الكريم كاملا بخط اليد؟ أسبوعين خط اليد. طيب حقك كمواطن أنك تقول شهرين. ستة شهور. سنة ونص. تسعة شهور. ستة أشهر. شهرين. شهر. أسبوعين لا صعبة. أسبوعين أغلى. How long do you think it takes to write the مصحف? 2 years. 2 years. يلا مين يفوز فيكم أنتوا الثلاثة؟ تحدي بينكم. سنتين. سنتين. سنة. 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 سنتين. 3 سنوات. 3 سنوات. نعم. عمل يومي. عمل يومي. الحمد لله. بالنسبة لكتابة القرآن يعني الإنسان المؤمن اللي يؤمن بالدين وبالآخرة ويؤمن بوجود الله القرآن مخيف صعب صعب يعني خاصة عندك وصف الجنة وصف النار. وصف الجنة مرتاح أنا بحب أنه ما تخلص الآيات يوم يعني تجي على جهنم وعذاب جهنم وكذا كذا كذا شوي دي بترجو. سبحان الله. بارأ أنا عادة ما بارأ ولا بحس على حالي. شيخ عثمان دحين في يعني اللي حيشوفوا اللقاء ده يمكن ملايين مسلمين فايش تحب تطلب منهم لما يقروا القرآن اللي بتطلب. يدعو لي يعني احفظ لي عيني وجوارحي مشان اكمل عملي وعمري يتقدم كثير الحمد لله. انا الان تجاوز 85 ان شاء الله. الله يطول في عمرك في البركة والخير. ربنا يحميك من كل شر. آمين. ربنا يسترك دين ودنيا وآخرة. يسترك ويستر عيالك. آمين. ربنا يوفق أولادك. يحفظ زوجتك. يعز المحبة بيناتكم. الحمد لله رب العالمين. الله يكرمك. الله يخليك. تسلم شيخنا.